كمان الشيء بالشيء لازم يذكر ان احنا دايما في حالة شكر وفي حالة امتنان جميعا لكل اطبائنا. الاطباء اللي واقفين بالفعل على خط المواجهة في هذه الحرب الشرسة اللي العالم كله بياخدها. في دول او دولة بتقول والله يعني مش الاطباء بس، ده في فرق تانية، ده اقتصاد، ده لكن احنا بنعلي من قيمة اطبائنا وبنثمن الدور الكبير اللي بتقوم بيه. امبارح السيد رئيس الجمهورية بيقر 75% بدل المخاطر وانشاء صندوق للمخاطر الخاصة بالمهن الطبية اللي ما كانش موجود قبل كده في التاريخ، رغم المشاكل والأوبئة والأخطار اللي بتعرض لها الأطباء ما كانش في صندوق مخاطر للعاملين في المهن الطبية. ولكن بالأمس بناء على توجيهات الرئيس بدأت الدولة تتحرك في إنشاء صندوق للمخاطر، وطبعا العلاوة الاستثنائية أو يعني المكافأة الاستثنائية اللي هتخرج من صندوق تحيا مصر مخصوصا لأطبائنا في مستشفيات الصدر والحميات والحجر الصحي والمعامل المركزية للتحاليل والمسعفين والتمريض وكل القائمين على هذا الأمر. فبالتالي لازم برضو الشيء المهم إن احنا نذكره إن احنا جميعا نتوجه بالدعاء للمرحوم الدكتور أحمد عبدو اللواح. دكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية في جامعة الأزهر، اللي توفي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، يعني من 24 ساعة تقريبا، عنده 57 سنة، بعد ما انتقلت إليه العدوى بفيروس كورونا وهو كان على خط المواجهة. فنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء، وطبعا واحد من الناس، واحد من الأبطال اللي الخوف ما يعرف لهمش مكان. دي ناس بتقوم بواجبها، دي ناس بتأدي الدور اللي هم أقسموا عليه أول ما امتهنوا هذه المهنة واشتغلوا في هذه المهنة. فإحنا بنوجه روحه الحقيقة الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنوا فسيح جنته. دكتور أحمد، أنا أحيل حضراتكم خصوصا من أهالينا اللي ما بيستخدموش السوشيال ميديا بقى وما عندهمش فيسبوك زي أبويا وأمي مثلا، فأقول لهم مين الدكتور أحمد أو كان كلام الدكتور أحمد إيه. دكتور أحمد كتب بالظبط من أسبوع، كتب يعني بيسموه بوست على الفيسبوك، يعني جملتين كده ثلاثة، 10 جمال جدا يدرسوا الحقيقة في كيفية أن يشعر الإنسان بالمسؤولية وخصوصا الطبيب. دكتور أحمد رحمة الله عليه قال إيه من أسبوع؟ بيقول ليه خليك في البيت وهو دكتور، وإيه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين؟ الناس بتسأل يعني بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما إحنا هنرجع تاني لحياتنا والفيروس هينتشر تاني. فدكتور أحمد بيقول إيه بقى؟ خد بالك معي، الناس دلوقتي 4 أنواع. النوع الأولاني ناس لم يصلها الفيروس، وده هيستفيد انه مش هيجيله عدوى. النوع الثاني ناس حاملة للفيروس من غير اعراض، ما عندهاش اعراض، فدول قعدتهم في البيت مش هيعدوا حد اكيد، لان هم مش عارفين اساسا ان عندهم، ومع الوقت الاجسام المناعيه اللي عندهم هتقضي على الفيروس اللي في جسمه. طيب ده النوع الثاني. النوع الثالث الشهيد الدكتور احمد رحمه الله عليه كان بيقوله نوع ثالث حاملة للفيروس وعندها اعراض خفيفه، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم ما يعدوش حد، ومناعه الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو. طيب بعد الاسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعه طبيعيه كمان. النوع الرابع والاخير في ناس حامله للفيروس وعندها اعراض شديده، ودول محتاجين يروحوا المستشفى ويتعالجوا فيها. دكتور احمد رحمه الله عليه قال اهم شيء هام جدا جدا، الفيروسات اللي انتشرت على الاسطح والارض حتى ولو في الهواء هتموت بعد اسبوعين لو ما لقيتش جسم انسان تتكاثر فيه. المهم خلال الاسبوعين دول لو التزمنا ممكن الفيروس يموت في الخارج لو ما لقاش جسد يدخله، ويموت في داخل اجسامنا كمان. الفيروس محتاج جسد بني ادم عشان يتكاثر، ولو ما لقاش بيموت. وهي دي الفكره من القعاد في البيت. الله يرحمك ويحسن اليك ويجعل مسواك الجنه، ويصبر جميع احبائك ويصبر اهلك جميعا، ويجازيك خير عن الكلام اللي انت قلته يا دكتور احمد، اللي اكيد كنت بتحاول ان انت كمان تحمينا بيه من خلال التوعيه، بالاضافه للدور اللي حضرتك قمت بيه في عملك على الصفوف الاولى في المستشفى وانت بتواجه كورونا. فدعواتنا ليك بان يسكنك الله سبحانه وتعالى فسيح جناته. شهيد الواجب أحمد اللواح، بطل من أبطال الجيش الأبيض، خاض معركة كما هم أبطال مصر من الأطباء بكل ثبات،
لم يثنه شيء عن تأدية خدماته للإنسانية ولمصر. صاحب المعطف الأبيض عمل ليل نهار لمواجهة عدو لا يرى. رحل بسبب فيروس كورونا أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر بمستشفى العزل بالإسماعيلية. رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 50 عاما. كان دائم التحذير من كورونا، حث الناس على البقاء في المنزل. صفحة الراحل تحولت لدفتر عزاء كبير بمجموعة كبيرة من صوره القديمة، بينما كان الأكثر انتشارا هو وصيته الأخيرة لمتابعيه. فباعتباره طبيبا قدم العديد من النصائح المهمة لتجنب فيروس كورونا، تمثلت في ليه خليك في البيت، وإيه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين. بعد استشهاد الطبيب اللواح، هل فهم الناس كيف يخدم الأطباء الإنسانية؟ أحمد اللواح، نستودعك عند ربنا. من مصر، محمد عبد العال.